هلو، كيف حالكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ تعرفوا مين أنا؟ أنا اسمي أسامة جهاد. قال إيش؟ أنا اسمي أسامة جهاد. اسمي أسامة جهاد. عارفين كلنا اسمك على فكرة. عادي، ما عشان يطلع كيوت. يطلع كيوت والبنات تحبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا باشا. هذا البني آدم مش عارف. أول حاجة خلينا نعمل مقدمة. تعال، أنت مستحي يا أخوي. تعال يا أخوي، تعال تعال. مرحبا يا جماعة. شوف، أنا الأحلى بيناتهم صح؟ لا، منخار صغير وما شاء الله. رقم تليفون راح أتركه تحت بالديسكربشن بنات. يلا البس. يعني والله الفيديو اليوم يا جماعه عباره عن ايه؟ انا مش عارف انت جايبنا ليه. خليني شويه اصور. ايش بده؟ لا والله، طب لحمه تخلي الواحد حلوه. نشرح للناس شو القصه. يلا يا اخوان، قبل ما اشرح لكم شو قصه الاشي، شو قصه الجامعه هاي، بدي اعرفكم على اللي معي بس بطريقتي، طريقه ثانيه. حمزه، كيف حالك؟ بدنا نعرف الناس عليك، ماشي؟ بس مش بالطريقه العاديه. بدك تحكي لنا اسمك، بس بدك تحط ايدك على منخارك وتسكره. جاي تهزقني هون. يلا تصدر صديقي. جد والله؟ اه والله. حط هيك ايدك واحكي لي اسمك. يلا حط ايدك كانه رحت وحشه. يلا تفضل، احكي لي قديش عندك على اليوتيوب وشو بتعمل في حياتك. طيب يلا حمزه. طيب مش ظابطه يا زلمه. طب انت احكي اسمك. لا 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 تزبط، ما في مجال في عقاب يا جماعه. اه بالظبط. طيب يلا حمزه عبد الرزاق. شو بتعمل في حياتك؟ انا بعمل اي شيء. لا هيك شو بتعمل؟ اه بعمل اي شيء. وشو بتعمل باليوتيوب؟ يعني العاب ونوات. طيب شكرا عمزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي محمد مروان، وان شاء الله اكون استمتعتوا. ولا ايش اقول تاني؟ شو بتعمل على اليوتيوب؟ بعمل فلوجات كوميديه. هو انا عندي مرض ولا ايه؟ انا حاسس ان انا حنيف. كمل، ايش بدك تاني اسال؟ ايش اكثر لون بتحبه بالله؟ لون البنات اي مكان. احكي بسيط ما تستبسطهاش. بسيط ما تستبسطهاش. انت لو تشيل ايدك من هون ما حتعرف اصلا. طيب معلم. مرحبا، انا اسمي عبد. حط ايدك على خارك منيح واحكي. انا اسمي عبد الوارث، بعمل مقالب. بعمل مقالب تجارب اجتماعيه. طيب يا جماعه، احنا هون موجودين. كمل انت الثاني. انت بتخلينا على الحال نحكي ولا؟ يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي، حط ايدك على اللي. طيب ماشي. انا مرحبا، كيف حالك؟ انتوا بتعرفوا اسمي؟ لا لا بدك تحكيه. انا اسمي جامع جهاد. احكي ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا. يلا ها. ارنبنا في منور انور. ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا. ارنبنا في منور انور وارنبنا برا ما ادري. لا بدك ايه؟ لا بدك تحكي زي العالم. في عقاب يا علي. طب اسمع، جرب قول هاي المشمش مش من مشمشتنا. هاي المشمش مش 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 دايز. والله هاي المشمش مش من مشمش. هاي المشمشة. هاي المشمشة مش مش من مشمش. مش من مشمش مشنا. خلاص والله خلاص. أهلا وسهلا فيكم. أهلين الكل. منور، قربك شو أشوفك. تمام. طيب يا جماعة، فكرتنا كثير بسيطة اليوم. حلو. هسا أنتوا الثلاث موجودين هون، راح أعطيكم أربعة. ما تنساش حالك حبيبي. طيب يا سيدي ماشي، راح يكون معي أربع أوراق محطوطين بإيدي. أول شيء نيجي على محمد نقول له اختار ورقة. تختار ورقة. الورقة هاي راح يكون فيها اسم يوتيوبر. اليوتيوبر هذا معك 30 ثانية تكون مقلده. بدك تقلد أي شيء فيه، بس قبل ما تقلده بدي أعطيك دقيقة تحضر أي فيديو له على السريع عشان تقلد لنا إياه، وإحنا الباقيين بنقرر إذا كان مقلده صح ولا مش مقلده. يا رب يجيني سامر الدوي. تمام. هسه هسه أنا بعطيكم الورق وكل واحد حسب حظه بتقلد اليوتيوبر. أنت قاعد بتهبد. ما فيش معك ورق. هسه بنزل بجيب ورق وباجي. ما عندك مصداقية في الكلام. لا ليش تجيب ورق؟ ما عندك مصداقية. موقع بعطيك تلقائي اسماء. بالظبط. هذا ما عندوش مصداقية يا جماعة الخير. لا لا لا، هسه 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 أنا راح أجيب. هسه أنا راح أجيب أربع أوراق وكل واحد يختار اللي عنده. تمام؟ إن شاء الله تطلع لك شيرين بيوتي. شو البرنامج؟ جاهز؟ جاهز. يلا 1 2 3. بسم الله. مين وراح تقلد هسه؟ بالضبط شيرين. شوف ابو فله معاه دقيقه يكون مقلده. تمام، دقيقه تكون محضر وعارف وتقلد. اوكي اوكي. طيب يلا ماشي. طيب يلا. اذا ما قلدت كفوف. يلا 1 2 3. معك لون تروح. وش كيف مقدمته هي؟ تحضر له فيديو. تحضر له فيديو ما تحضرلوش عم بدك اياه. يلا والله حلو. دقيقه دقيقه. لا لا استنى قاعد بجمع افكاري. اصبر مش معي دقيقه. بالضبط. دقيقه 30 ثانيه. طيب 30 ثانيه. بالضبط. مرحبا يا جماعه، معكم ابو فله. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون شكر على ال 14 مليون. قديش صار عندهم؟ انت وقفت التايمر. شرفك عيد.
عيد ما يلا عيد هسه قلده بدقيقه. مرحبا يا جماعه، معكم ابو فله. اليوم رجعتيكم بفيديو، وفيديو اليوم راح يكون شكر على 14 مليون. وصل 14 مليون على 16 مليون ما وصل. هذا ابو فله يا جماعه خير من دون شيء. بفيديو اليوم راح نساعد المحتاجين. جميل، مش قلت لكم الجلشي؟ فلا بربح سيارة هو بعد 35 ريال. بعد ابو فلا على فكرة. حلو. 15 ريال. طلع لي 15 قرش يا اخوان. ربع ليرة يا معلم. خلصت هيك؟ خلصت. طب ليش تاخذين؟ ابو فلا ما بربح، باخذين. بروح فين؟ ابو مروان، تقييمك من 1 لـ5، قديش تقييمه؟ والله يعني عشان الزلمه ما يكونش كفوف بدنا نحكي 7 من كم؟ 1 لـ5. بدنا نحكي 4 3. والله ما بتشتغل شيء. مع انه صاحبي صاحبي بس عشان انه صاحبي راح اظبطه واحد. نفس الشيء واحد يا اخوان. طب ماشي بتشوف. اوكي، قديش تقييمك هيك انت؟ 5. الحمد لله رب العالمين. نروح على اللي بعده. اكلنا كنادر، اكلنا شباشي. مين اللي بعدي؟ لقبالك. لقبالك ايه. محمد جاهز؟ جاهز. 1 2 3 بسم الله. مين تتوقع؟ شيرين. لا يا رب لا. يي يا يي احمد بالرب. يلا يلا يا ريت. يلا وحش وحش بالرب من جولي شيك. والله لا ده صاحبي جد. صح ابو الرب شايف مش عارف يقلب. عيور عيور الوقت، عيور الوقت. وين رايح؟ دقيقه شوي. ونازل يكذب عليك يقول لك انا صاحبي. بلش بلش اعطيه ستارت. يلا روح. قال انا صاحبي واخوي احمد ابو الرب. كيفكم جماعتي؟ شو اخباركم؟ طب ناخذ الكاميرا. انت وين؟ اي كاميرا؟ انت وين بتطلع؟ كيفكم جماعتي؟ شو اخباركم؟ اليوم يا جماعه بدنا نحكي عن قناه 123 جو. القناه هاي يا جماعه بصراحه يعني انا ما كان بدي احكي عليها بصراحه، بس انتم عارفين هم بينرفزوني بيعمل. انا ما بدي احكي ولا بدي انتقد، بس المشكله هم يا جماعه بعصبوني. ليش يا اخي؟ ليش يا اخي؟ ليش الضحكه ظبطت؟ ليش بتضايقوني؟ خلوا كل واحد يشتغل صح. خلاص بس والله وحش. بس بقيمه من 5. من 5 قديش؟ قيمتك 3 بغزك. من 10 ولا من 5؟ 5 من 5. هي مش محتاجة تفكير. 5 من 5 حط. والله واحد كثير. بس خلص بعطيك 2. الحقير هسه اعطيته 3. غزه غزه. انا بدي اكون اكرم منه عشان يضبطني مش عشان شيء ثاني. 5. ول انا قيمته 5. انا شايف لا هذا هيك اسرح في بسطات في بسطات. شو دخلك يا اخوي؟ بس دخلك. شو دخلك؟ 3. بس عشان ليش تقيم حالك؟ عشان اللهجه. كم بتقيم حالك؟ انا صراحه لا ما دخل بتقييم. ما بقيم لا 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 انا بقيم حالي بالضبط ومعتمد تقييم 6 من 5 صراحه. بالضبط يسعدين. قديش صار لنا؟ انت 5 وانت 2. طيب وانا 3. 10 لنا. يا عيني دورك انت. يلا دورك. دوري انا. هو قاعد بحط اسماء على كيفه. لا ما بزبطش. لا 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 خلص خلص ما عليكم. الكو انه اقلد ايه؟ يا بحط الاسماء كلها نفسها صح؟ لا لا ما بزبط. مين راح يطلع لي؟ مين يا ترى؟ مين؟ والله كلهم زي بعضهم حطهم. نادي القاق يسعد دينك انه جواتي لانه انا بالله عليك ما انت حاطهم الاربع كلهم لا 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 نادي اسمع انت مسجل شاشه صح؟ بدي احضر كان ما بتحضر فيديو على اليوتيوب؟ لا بدي احضر. لا بس خلينا نصور الواد نتن يا جماعه هو كاتب اللي شو اسمه بس اسهل من هيك ما اسف هي يلا كمل. لا انت دقيقه حط وقت حط وقت اسمع عادي انا صاحب الفيديو يا اخوان شو مالك؟ ايش مالك؟ اي صاحب الطابق لما يقول اعمل انا صاحب الفيديو ايش هتروح بالفيديو؟ بديش اعمل اقول لك بطلت اصور. لا بدك تصور. لا بدي اسمع بخنقك بشرك الشحن. لا لا خلص هلا والله سفاحين وين اهو احكوا اهو يلا 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 عيد 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 لا 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 يلا يلا بس خلص اعطيتك 5 يا زلمه. صح عيد 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 اسمع بدي تعمل اوه. طيب يلا مالك زين. يلا اسمع بتحكي مرحبا سفاحين لا ملو. يلا يلا هلا والله سفاحين. انت حط عتك في القوطه بعد مين ليش طب ليش بتحكي شو رقصكم؟ ما بدناش نحكي مش عاجبنا اللي انت بتحكي. دقيقه دقيقه خسران لازم الدقيقة قديش تقيمه؟ عشان تبقى تغش قديش تقيمه؟ قديش تقيمه؟ أقيمه؟ سالب 1 سالب 10 أي هذا ظبطت قيمته 5 قيمك سالب
انا نتن انا نتن اه اعمل خير شرب عادي يا اخوي. انا تبدا احضر الدقيقه الساعات كل بدي اسالني اسال بكم انا ما اعرف اسالنيش هسه دورك انت على فكره بقلد بس ماشي بس احنا بامان ليش تقيمني صفر انا صح الفيديو بقيم حالي 50 دور مين دور عبد الوهاب خلاص الله الله كل شيء بعده حطيه ايوه خلاص صفرتي برجع كم مره اليوم عشان هو في سكرين فيديو خلاص يلا تفضل كلهم زي بعض يا رب يطلع ببالي يا رب كلهم زي بعض يا رب يطلع ببالي يا رب يا رب لا مش اللي ببالك لا لسان اسمعني ما يعرفش ولا مره يلا مش مشكلتي والله بس معك دقيقه ها يلا جو بس عندي انا الشايب انا بس اسمعني ها شو اللي انا الشايب قال انت بيسد انا حكيت على راسك ولا حطيتها وين يلا يلا هاي حبايبي كيفكم شو اخباركم اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد اليوم بدنا نعمل السياره مسبح مسبح السياره ما تخبط الكلام مرحبا حبايبي كيفكم اليوم رجعنا لكم فيديو جديد الفيديو تبعنا اليوم شو هذا شو هذا ايش تقلبت كل شيء الا الا بسال اسماعيل قد ايش بدك اياها هيك شو بعرفني انت اسمع ايش تقييم انت بلش يلا بسم الله انت قديش قيمت طيب انا لا لا واحد ايش قيمك لا واحد والله ثلاثة قيمته قيمك واحد ثلاثة واحد قيمك وقال هيك قال واحد وكثير عليك هيك هو معك اه قال واحد وكثير عليك صاحب الفيديو هذا دير بالك دير بالك انت هيك خسران ربحني انا ربحان انا اربح واحد فيك مالك انا معنا 10 صح؟ صح والله بدي اعطي لك يعني اثنين شيرين بيوتي اثنين شيرين بيوتي اثنين صفر طبعا صفر كان كنادي يلا باي لا انت خسران حبيبي اعطاني ثلاث حمزه اه وانا اعطيتك قديش؟ صفر لا حبيبي في السالب من صفر لخمسه سالب دقيقه في سالب استنى شوي التقييم من صفر لخمسه في سالب كيف سالب يعني؟ طب سالب 100 تفضل لا ما هو انت حطيناك حطاك سالب واحد خلاص سالب صفر يا زلمه لا نزل 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 راسك يلا يلا نزل راسك وين اللي صرفتكم؟ نزل راسك هون وحد الله ولا لا اله الا الله نسوي بالعالم اللي يسوي فيها يلا يا زلمه قوي قلبك اسمع هون حنكه ايوه هيك بالضبط لا لا اسمع حنطبل على وجهك هون هون مش قوي مش قوي اكيد اكيد مش قوي ما ولا يهمك نزل نزل اذا لا عشان او وجهك هناك وجهك هناك مين اول واحد محمد مروان لا 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 خليني الاخر لا 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 انت اول لا 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 خليني الاخر انا لما اشوفك كفوف كوكي طيب ماشي اعطيني اعطيني ايدك هون يلا حمزه لا انا بضرب اول ايه بضرب اول اذا شو مالك خايفين طب انا بضرب اول يلا اضرب وثبت راسك ثبت راسك اوه بسم الله ايش حلفتني بايش بالله بالله ايش اوه انت عفتها يا عيني انا صح محمد شوف ما اضرب انا بس انا هضرب بس هيك بس خلاص طيب يا جماعه اذا انتم لسه ما حطيتوش لايك شو بتستنوا شو بتستنى اللي ما حطش لايك حطوا ديسلايك والله حاجه شهله لا يا اخوان حطوا لايك فجروا لنا ام الفيديو لايكات اشتراك يا اخوان من جديد يعني اه وبرضه حطوا لنا رايكم بالتعليقات كيف شفتوا الوضع حمزه مخنوق مش قادر ينهي مع الفيديو طبعا يا اخوان اسامه مدرب والبوكس اللي ضربني اياه عارف انه بوجع صح صح والله انقطع نفسي لمده 3 ثواني الله لا يوفقك بسم الله خلص كمل بجمال طيب يا جماعه شكرا كثير لكل شخص وصل المشاهده لهون اذا انت فعليا قاعد بتشوفني وانا بحكي هذا الحكي انت حدا كثير فخم وسفاح شكرا لكم ان شاء الله بنشوفكم بالفيديو الجاي يعطيكم الف عافيه سلام